أصل. فأنت الآن في هذه الأزمنة لعله هذا وقت، يعني هذا من أثمن الأوقات، تستطيع أن تغتنم هذه الأوقات في طاعة الله، في العبادة، في الصلاة، في التأليف، في بدل أننا نتابع هذه الأخبار التي لا تأتي في الغالب إلا بالشر، الله المستعان، أو ضياع الأوقات. كنت مرة في المستشفى جالس، وجاء أحد الطلاب وسلم علي وجلس بجانبي. بعد دقائق جاء ولد، هذا الذي يقال عنهم منغوليين هذول، تعرف هؤلاء لا يشبه أحد. صحيح. فهذا الطالب أخذ هذا الصغير وضمه إليه، وأنا سألت هذا الطالب من هذا؟ أنت تعرف الآن لو بعض الناس لديه ولد مثل هذا وتقول له من هذا؟ يقول يا أخي ادعي له، يا يمكن يقول ادعي له يموت ونفتك ونرتاح منه. فهذا الطالب عندما أنا سألته قلت له من هذا؟ قال هذا الولد هدية من الله، الله سبحانه وتعالى أهداني هذا الولد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سبب في دخول الجنة. قلت كيف؟ هذا مريض وكذا. قال والله أني أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يأتيني هذا الولد حتى يكون هذا الولد سبب لدخول الجنة. يقول والله الحكومة السعودية تعطيني أموال حتى أعالج هذا الولد، يقول رفضت كل شيء أنفق عليه من جيبي من نفقتي، ورفضت كل شيء حتى أنال الأجر، يقول لا أستطيع أن أنام إلا وهذا الولد في حضني. يقول شوف سبحان الله، عند الابتلاء تجد شاكر لا كافر. فأخواننا نحن الآن يعني نقول أمثلة عملية في الواقع عندنا اليوم، احنا لابد الان ان الله سبحانه وتعالى يرى منا ما يحب.